اخبار النادي الاهلي، لكن ما خلصتش اخبار حلقتنا. نروح للزمالك. البدايه عند اداره النادي اللي استقرت على صرف دفعه من مستحقات لاعبي الزمالك الاسبوع القادم، واختارت اداره الزمالك المدير الفني ان احنا شغالين على ان احنا نصرف مستحقات بشكل يعني متدرج قبل العوده للمران الجماعي وصرف مجلس وصرف كل المستحقات اللي للاعبين. وما تنساش ان احنا كمان دفعنا لك راتب شهرين انت والمعاون بتاعك فريدي هرناندو، وده حقه. يمكن نادي الزمالك مستمر حتى الآن مع كارلوس أوسوريو في الكلام على المهاجم الأجنبي. طبعا كان الراجل لحد الآن شايف ان القيد واقف، فالراجل خلاص ما عادش عنده اتجاه تاني ان هو يبص على قطاع الناشئين. فالراجل اشتغل على انه الفترة اللي جاية هيدخل بقى قطاع الناشئين، لانه عنده مشكلة ايقاف قيد والزمالك بيعاني منها ولسه مش عارف يجيب صفقة جديدة وعنده ورطة حكومية. فالراجل عنده مش مقتنع هو مقتنع بنسبة 70% عشان اكون امين، الراجل بشكل 100% هو الراجل مش مقتنع، شايف ان سيف الدين الجزيري الراجل على فترات بيديله وبيروح وبيرجع. ناصر المنسي مره حلو ومرتين مش كويس. البنيني سامسون اوكونولا مش خارج حساباته تماما. فالراجل قال لك انا ما عنديش حل تاني، بما ان احنا عندنا مشكله في القيد وعندنا لسه ما قسطناش فلوسنا ولسه عندنا مشاكل ماديه، فتعالوا بقى نروح نبص على قطاع الناشئين ربما نلاقي حل لهذه المشكله في الوقت الحالي. وده اختيار منطقي واختيار اجباري. كمان الكولومبي لسه مكملين كلامنا عنه، ابلغ لاعبي الفريق ان انتوا لازم تخضعوا لقياسات اول ما ترجعوا التدريبات الجماعيه عشان نشوف بقى اوزانكم اخبارها ايه عشان نبدا موسم جديد مقرر ان هو يبدا في 25 اغسطس الجاري. والراجل عاوز يطمن كمان على البرنامج الغذائي اللي وضعه للاعبين ويشوف الحاله الفنيه والبدنيه عامله ايه قبل بدايه فتره الاعداد للموسم الجديد من الدوري الممتاز.